السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم اليوم معنا أنا وبناتي. فاليوم هو اليوم عطلة، يوم الأحد، فحنحاول نقدم لكم حلوة من الشوكولا اللي هي تشوكلت شيب كوكيز. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو لكأسين ونصف من الدقيق، كأس وربع من الدقيق الأبيض، وكأس وربع من الدقيق الأصفر لبيضتين، ثم ما يعادل كأس من الزبدة، كأس من السكر الأبيض، كأس من السكر البني، معلقتين صغيرتين من الفانيلا السائلة، معلقتين صغيرتين من نشا الذرة، شوية ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. سوف نبدأ بالزبدة. يلا هنا ستوضع كأس من السكر، ومية البراون شوغر، ثم سوف نحاول أن ندمج الزبدة والسكر معا. وهذا هو الشكل، الزبدة والسكر معا بعد ما دمجناهم مع بعضهم. الآن سوف كمان ليلى ترضع البيض، ثم الفانيلا، ثم نخلط السوائل. والآن بعد ما خلطنا الزبدة والسكر ثم البيض والفانيلا، صحنا هذا الشكل. الآن سوف نؤاد الدقيق. يس، جو هيد. الملح، نشا الذرة. يلا ما بتخلطي. بنتي الحادة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر. Now we're gonna add the chocolate chips. Okay. والآن ضفنا الشوكولا للعجين. خلطي. أشنو ستعملي هنا؟ Now we mix them. You mix it? Okay, let mommy finish. والآن بعد ما خلطنا الشوكولا مع العجين تاعنا أصبحت لنا هالشكل. والآن إن شاء الله ما خلينا إلا نحضروها باش نوضعوها في الفرن. والآن بعد ما جبنا اللطا وضعنا فيها ورق الفرن سوف نستمر. وهذه هي اللحظة الوحيدة اللي البنات تاعي تيتسناو فيها باش يحطوا ايديهم في العجين. على بركة الله. هنا Where's yours, hand, Maya? You know. وبعد ما نخلصوا الحلوة تاعنا نرجع لكم إن شاء الله.
والان بعد ما البنات خلصوا العمل تاعهم وضعنا الفرن على 325 درجه الحراره ودابا غادي نحاولوا نوضعوا الحلوى تاعنا في الفرن. والان ندوزوا لمرحله بوب كورن اللي هو فشار الذره. كيف قلت لكم فهو يوم عطله فالبنات يحضروا في فيلم قليل من الزيت اوضع النار والان بعد هذيك الوحده اللي حطينا يعني هابط غادي نوضعوا يعني لازم ما يكونوش متراكمين على بعضهم هذا هو الكوكيز بعد ما طلعناه من الفرن نقدمه في الطبق ونرجع لكم. وهذا هو الكوكيز تاعنا وجد مع الحليب والفشار الذره والبنات حضروا موفي وبقى لي الا نودعكم وتنتمنى انكم تجربوها حتى نتوما مع وليداتكم وامسيه سعيده ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.